ما تسمع عليك. يلا شنو الحاجة البشعة فيك اللي كانت صغرك؟ شو؟ الحاجة الوحشة اللي كانت وانت صغير فيك شكليا؟ لا ايضا انت غبية شو؟ حاجة طير وخارك يعني ضعت مش ممكن في تصرفاتك غبائك في ذكائك. حاجة بشعة انا وصغير حاجة بشعة انا وصغير كنت بول كنت خاف من الفحص. لا مش خوف عادي خوف يعني ما بدي بمرض بصير علي حرارة ما ما علي شيء بكسر ايدي ما بعرف شو بصير لي بموت كنت بوجع بصير جنة اوجاع وادوية وهيك قبل الفحص. كنت بتدلل الاهل خلص. سؤال يلا تفضل اسالي سؤال. ايه اول حب في حياتك كنت في الفصل يعني في المدرسه وانت صغير؟ انا بالمدرسه غرنت بمعلمتي. بتهزر؟ عملت لها ايه؟ عملت لها ايه؟ كنت الصف الوحيد الوحده بتصفه ما كنت احكي فيه والباقي كنت انشحت من جد. هي اصلا بتموت يعني المعلمه يا ريت في اول اسمه. كان عندك كم سنة؟ من رفقتنا هي صرت انا اطلع وهي يتبدلوا لصفوفها تصير تعلم صوف لي اكبر كانه كنت عم بصلي ما صار مش الحال. لا من تقريبا من العشرة للسنة الماضية. لا لا للترمينال تقريبا كثير ترميناتكم مو البكالوريوس؟ باك هي البكالوريوس هي البكالوريوس. اول فلوس خدتها مثلا من اهلك من اي حد قريبك ايا كان وعملت بيها ايه؟ اول مبلغ يعني حسيت انه معاك في ايدك وانت صغير من اهلين مثلا مين الشخص اللي ادهولك وعملت بيه مبلغ؟ مبلغ عم تحكي اللي هو بالنسبه لك وانت صغير دي فلوس كتير عليك يعني انت شايفها ليك قال لك كيف كنت اخذ مصاري مش كيف كنت اخذ مصاري كنت انه كنت انبسط بالمصريات اللي كنت بهول مصاري كنت انا وهيدي صغير كثير 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 كان بس يوقع سنه روح حطه تحت المخدة تحت المخدة ونام مامتك أبو بكر حطوا لك فلوس حطوا لي مصاري مش صارف شهر كسرت سنين كلهم لا مش هلا إنه بس إيه كنت انبسط بالمصاري اللي كنت أخذهم كنت عامل فيهم شيء ما عادي ما كان يعني ما كانت يعني ما كان بعيني يعني شو ما كنت اطلب كان هيدا عرفت كيف؟ انه مش انه انطرت هيدا تا اعمل شيء ما كان ما عندي هالشيء انه هلا بس على كبر صار معي شيء بس اشتغلت صار معي مبلغ انبسطت فيهم يعني صار عملت فيهم شيء كثير ما في احكي اوكي يلا بس يعني فهمت قصدي ما جاوب سؤالك يعني ولا مرة انه عنالي هالشيء. استنى هضيف لك بس حاجة صغيرة، انت بالنسبة لك مثلا كنت بتجيب مثلا لنفسك انت كنت كانت مامتك بتنزل معاك تجيب لك هدوم وانت صغير؟ اكيد. امتى خلاص بقى بدأت انت اللي تجيب لنفسك؟ يعني لو انت ممكن تنزل مع اصحابك تنزل لوحدك تجيب لنفسك زمان من اللي هو من امتى مثلا؟ كان عندك كام سنة؟ شي 5 سنين. 5 سنين كنت انت اللي تنزل تجيب لنفسك هدوم؟ انا اصحى انا وخيي من خيي انا ما عندي يعني خيي اكثر من فهمت قصدي خيي اكبر بكبرني 9 سنين انه اكثر من هو الشخص اللي كان بتنزل انتوا مع بعض تجيبوا بقى الحاجه لكن قبلها مامتك اللي كانت بتجيب لك الهدوم. اوكي يلا نيسو رفعان انت كنت مدلل يعني قبل مغنش كثير بالعائله باين ليه باين اذا بقول لك قوم جيب لي الصحن او امي او جيب لي معك اكيد اكيد الملح اكيد كون باين اذا مدلل اكيد ايه متى حياة أي عمر هو مرة اشتغلت؟ حلو 16 ده؟ 16 شو اشتغلت؟ غنت مع شو؟ غنت يعني اشتغلت كشغل احترفت الغناء ك 16؟ كنت غني ربع ساعة قبل شخص غني كوكتيل مثل فيروز 6 أغاني كنت بتاخذ كنت بتاخذ فلوس؟ كنت اشتغل كنت اشتغل بالعيد غني اخذ $20 واو بال مع استاذ ربيع كان بس يكون في كارمس او شيء عيد او هيدا نوقف كورال وعلى الطريق يعني
دم محلات مثلا هلا مطلع عيد الميلاد نغني اعياد اغاني للميلاد وقت تشتغل فيهم يعني دم الدم دم شيء مهم مثلا مثل برا مول برا دم مول او شيء بتلاقي مثلا برا فرقه موسيقيه وفي كورال كنا نروح نشتغله مع استاذ ربيع احلى استاذ بالدنيا ربيع عبراش بعض الاستاذ يعني نونا هيدا كان اول شغل مزبوط انه كنت حسه شغل يعني. ما اشتغلت غير انه هيك ما تحشت احلى ربيع عبي راشد بالدنيا شو تحيي لربيع عبي راشد يلا حنان اكثر اكل كنت تحب وقت لما كنت صغير قصص عمرك ملوخيه وبعده لا كنت احب سلطه بات سلطه مع مايونيز وكثير كثير بحبها ومايز وشو بحطوا كمان شو عارف اوكي ميرسي يلا بدي حدا يسالني شيء دسم يعني انه مش شيء دسم يعني شيء حلو هلا ولا قبل ما شيء انه بس مش عن الطفوله كان بدي اسال عن حياتك يعني ايه سؤال يا ريت اذا شي مره بتحس انه حبيت شخص في بعدك عن امك حتى اذا كنت عن جد كثير بتحبه بتبعد عنه او لا كنت كان عندي القبول اني بعد عن امي كرمال شخص بس عرفت مش تبعد يعني ما تكون معه كثير ايه ما هو هيك كرمال هالشخص ما تكون حدا اختبرت هالشيء ولقيت انه مش كنت اعرف يعني ليك انا شخص انه ما بآمن كثير بالعالم انه في اشياء مثلا محطوطه انه واحد الام وحب الام وحب كان عندي بالنسبه لي بالحياه كل شيء اذا انا ما بختبره ما بعرف شو هو يعني بيقولوا لك مثلا عند حب الام مثلا شيء غير طبيعي عرفت كيف؟ من هالاشياء اللي انا بعد في اشياء مش مختبرها بس بصدقها لانه مربى عليها في عالم كثير بخوفا من تربيتهم بصدقوا الاشياء اللي بيقولوا عليه اهلها طيب غير الام اذا كنت بتحب شخص جربت مره حبيت شخص مش حبيت شخص يعني جرب انه كان انه ابعد ايه بس بعد حبه وما في بالدنيا اكيد يعني يمكن كلمه بتنقال بس انه بعد اللي بتحسيه من غير انتوا هلا كل واحد مثلا قريب منه ما بيحس هالشيء بس انه يحس انه هو عم بيعمل ديفنس على شخص جابه على الحياه عرفتي كيف؟ النوش دينا فكرت في موقف حصل في حياتي كنت صغير رفايل في مره حسيت انه ما اخذتش حقك في الشغل او في يعني صار 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 موقف وانت ما اخذتش حقك فيه كثير صارت معي شخصيا معي كثير مش بس بالشغل كثير مش بس بالشغل وانا بالنسبه لي بال بتفكير وبهيدا كنت اسكت عن حقي انه خلص انه على شو بدي اعمل برضى يعني انا انوع برضى بقلها شيء مش بقلها شيء برضى انه خلص انه قد ايه حتقدم لي زياده انه لو اخذت حقي 100% بس هالشيء تعلمت انه غلط عرفت كيف ما كنت ايام في محلات ما كنت اخذ حقي في محلات كنت اخذ حقي على حساب غيري فهالشيء كان يعدل بالنسبه لي بس هلا اذا شو ما صار اذا ما باخذ حقي حازعل كثير لانه بس واحد يكبر ويعرف شو عنده بصير سير يعرف انه بيستحق انه ياخذ حقه 100% يستاهل صح صح ايه اكثر طبع كيف عايز تغيره بس مش عارف عايز اغيره يعني. لا بحب حالي بكل مش بحب حالي يعني بحب كان عندي كثير اني عصب وبعدنا اذا عصب كثير مش مهضوم ابدا وباثر هالشيء علي كثير بس انه اوكي ايه بحب خفف من العصب من 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 كيف بعصب يعني ما في حدا ما بيعصب بس في حاله بتعصب بهضامه بس بركي لانه قطعت فتره كثير معصب انا مش معصب كثير هيك ستريس وتنسيون عشت فيها هالشيء زاد العصبيه بس اكثر هيك انا شخص كثير بحب الاجابه بجرب
إذا بدكم تناموا ما في عندي مشكلة. لا خلاص مدينة خلاص. Thank you. Thank you, Rafael. Thank you.